يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطب صدقة. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي أطعمتها. ودخلت بغي الجنة في كلب بلغ به العطش مبلغا، فخلعت موطها فسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى قمريا أو طائرا قد فقد صغاره قال: من فزع هذه في أولاده؟ وبالتالي الشريعة الإسلامية جاءت لنحسن التعامل مع هذه المخلوقات، مع الحيوانات، مع الطيور، مع هذه المخلوقات التي تبدو لنا صماء وقد تكون طريقا لنا ممهدا إلى الجنة، وقد أيضا من يسيء معاملتها قد يكون أو تكون جسرا له يعبر بها إلى النار. وبالتالي أعزائي المشاهدين، تكمن قيمة الطب البيطري وأهمية الطب البيطري في الحفاظ على هذه المخلوقات وهذه الثروات التي نستفيد منها مما خلق الله لنا وأباح لنا من أن نأكل من لحومها وأن نشرب من ألبانها. حول جهود الطب البيطري بمحافظة أسوان رحب بضيفتي الكريمة داخل الاستوديو الدكتورة سهير عبد حسين أحمد، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة أسوان. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بحضرتك. في البداية يعني بنؤكد على قيمة القطاع المهم جدا الذي تعملون على يعني أن يكون دائما بصحة جيدة، لأن من صحة الحيوان تأتي صحة الإنسان. ونحن لا يعني ليس دوركم قصر فقط على يعني الحيوان والطيور والأسماك وغيرها مما يتعامل معها الإنسان ومما يطعم منها الإنسان، وبالتالي الحفاظ على هذه الكائنات وهذه المخلوقات بصورة صحية نضمن أيضا أن الإنسان يحيا سليما بصورة صحية. طبعا طبعا أنا بشكرك على المقدمة الجميلة عن الطب البيطري وأهمية الطب البيطري. هو فعلا طبعا الطب البيطري والطبيب البيطري يعني ليه أهمية كبيرة جدا، لأنه طبعا لما أنا بقى مهتمة بالطب البيطري والطبيب البيطري أو بالحيوانات أنا كده هضمن غذاء آمن هيوصل للإنسان. لكن من غير ان انا طبعا ما بقاش مهتمه او في مشكله عندي في الحيوانات، فانا كده انا اللي هتضر. زي مشكله مثلا، مشكله لو الالبان عندي دي مصابه مثلا او فيها بروسيلا او مثلا فيها سل، كده معناها ان انا هنقل الاصابه دي للانسان، وبالتالي هيبقى في عندي مرض، الانسان ده هيتصاب بمرض سل او بمرض عندي تاني زي مرض البروسيلا. وطبعا دي امراض بتعتبر امراض خطيره للإنسان. فطبعا أنا عايزة أقول يعني أنا الطبيب البيطري أو الطب البيطري لا، هو يعتبر المقام الأول عشان أنا أحافظ بيه على الإنسان. فإذا كان الطبيب البشري بنقول عليه الطبيب اللي هو يعني اللي بيعالج الإنسان، لا إحنا برضو الطبيب البيطري يعتبر طبيب الإنسانية. فالطب البيطري طبعا متمثل عندنا في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بيوفر عندي بالنسبة لحماية الحيوانات اللي هو ضد الأمراض الوبائية المنتشرة عندي في مصر، بيوفر حملات تحصينية. الحملات التحصينية دي بتبقى في أمراض معينة زي مرض الحمى القلعية، حمى الوادي المتصدع، الجلد العقدي، جدري الأغنام. بالنسبة اللي بيوفروا تاني برضو اللي هو بالنسبة للدواجن اللي هو مصل انفلونزا طيور، وطبعا احنا كنا عارفين انفلونزا طيور من 2006 والمشكلة اللي كانت عاملاها. طبعا ده يعتبر مرض مشترك مع ان هو بينتقل عندي من الدواجن للإنسان. وبالتالي طبعا هو من يعني من اول ما حصلت الموضوع، لا هو احنا ابتدينا برضو موضوع حملات تحصين بتنزل دايما للمزارع قبل البيع او اي مزرعه بتطلع المنتج بتاعها، لازم بنعمل له تحليل عندي عشان يبقى خالي من انفلونزا الطيور علشان ما تنتقلش العدوى عندي للانسان. فالطب البيطري طبعا يعني دوره كبير، ويمكن انا بحب اركز او يعني او مهتمه بدور التوعيه في الطب البيطري. ليه؟ لان في يعني كثير من المربيين برضو مش واصله الفكره اللي هي هو دور الطب البيطري ايه. هو يمكن متعلق في ذهنه انه الطبيب البيطري لا هو بيجيبه عشان يعالج له الحالات بتاعته فقط. لا، انا دوري قبل ما اجي اعالج لك الحاله، انا دوري وقائي قبل ما يكون دور علاجي.
فبالتالي طبعا عندي في اداره الارشاد دي بتبقى في مديريه الطب البيطري، دي بتبقى هي المنوطه ان هي بتنزل يعملوا عندي ندوات ارشاديه للتوعيه عندي بالامراض اللي هي الوبائيه. تمام. التوعيه برضو عندي بالحملات التحصين وموعدها، لان انا المفروض ان انا في بتبقى حمله يعني على مستوى الجمهوريه، خلاص احنا في حمله حمى قلعيه هتلاقيها شغاله على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات، بيدونا بيها خبر. الحمله دي بتقعد مثلا بنشتغل شهر او شهرين، على اساسها الطبيب بتاع الوحده بينزل يغطي نطاق وحدته اللي هو بيبقى مثلا عباره عن 5 6 أو 7 قرى، ينزل في الفتره دي ان هو لجان، ينزل هو المكان او صاحب الحيوان يعني، بيعمل طبعا ارشاد ان هو هيجي قبلها بيوم ان انا جاي في المنطقه عشان الناس تجهز الحيوانات بتاعتها وكده، ويبدا ان هو يحصن. واحنا حاليا بصدد الحمله الثانيه بتاعه الحمى القلاعيه والولاد المتصدع، زمايلنا شغالين يعني بينزلوا وبيحصنوا، بالرغم طبعا يعني انا يعني بوجه لهم التحيه والشكر في الجو اللي احنا فيه، وخاصه محافظه اسوان ودرجه الحراره المرتفعه، لا هم ما تخاذلوش او عندهم وكده، لا هم نازلين علشان ينفذوا الدور بتاعهم المواطنين بان هو تحصين الحيوانات اللي هي ذات الزلف اللي هي الابقار والجاموس والاغنام ضد مرضين عندنا مهمين جدا اللي هم الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع. تمام. يعني يا دكتوره سهير، تاكيد على الجانب الوقائي اهم بكثير، يعني الوقايه خير من العلاج. طبعا لكم دور علاجي يعني يسير جنبا الى جنب. تمام. بس بلاحظ من كلام حضرتك انك بتاكدي دائما على الدور، لانه كلما كانت هناك مجهودات اكثر في الجانب الوقائي كلما استرحتم في الجانب العلاجي. بالظبط. ليه؟ لان انا طبعا خاصة انا هبقى قاعده وانا مطمنه، لكن لما تدخل عليا الكارثه زي حمى قلاعيه والحيوان يتصاب بيها، طب ما انا كده انا خسرت المربي او الفلاح، لان يعني لا قدر الله لو هو الحيوان بتاعه جاله مرض زي مرض الحمى القلاعيه، اولا المرض ده من ضمن اعراضه ان هو بيبقى فيه عندي ده بيصيب الابقار فقط، الحمى القلاعيه الابقار والجاموس، الحيوانات اللي هي ذات الزلف والجاموس والاغنام والماعز، بس اكتر طبعا الابقار والجاموس يعني. فطبعا من ضمن اعراض المرض ان هو بيعمل تقرحات عندي في اللسان وفي اللثه، فالحيوان بيبدا ان هو يمتنع عن الاكل خالص. تمام. فانا لو عندي عجل تسمين، فلما يمتنع عن الاكل كده معناها ان انا يعني خسر هو، انه الحيوان وزنه هيقل خالص، وبالتالي هو كده اللي قاعد يعني اعلاف ويربيه والكلام ده هو كده بيصرف مصروفات كده مش مستفيد منها. الحاجه الثانيه لو هو حيوان انتاج لبن، برضو انتاج لبن بيقل جدا كده، هو برضو يعني فخساره اقتصاديه بالنسبه للمربي لو هو الحيوان بتاعه اتصاب بالحمى القلاعيه. عشان كده دايما بنقول له احنا لا، احنا تابع مع الوحدات البيطريه والارشاد ان هو يعني خليك مع الحملات، الحملات دي بتنزل خليك سباق يعني ما تستناش لما يوصل. انا دايما احب لا احنا نسبق بخطوه ونحصن علشان ما تجيش عندي الكارثه او تحصل عندي، وبالتالي هو اللي خسران. وبعدين يعني التحصين يعني سعره زهيد بالنسبه لو هو الحيوان اتصاب، لا لما بيجي يعالج بيدفع طبعا يعني مبلغ ان هو علشان يعالجه. والحاجه الثانيه خسر كلحوم، انتاج اللحم بتاعه طبعا الحيوان نزل، وانتاج لبن، فطب ليه انا احصن واقعد مرتاح يعني. قد يجد المزارع او المربي صعوبه في نقل الحيوان الى المقر الخاص بالوحده البيطريه بمعنى اصح، وده يخليه يزهد في مساله انه يتابع حال الحاله الصحيه للحيوان بتاعه او يحصنه. بنأكد انكم انتم عندكم امكانيات الانتقال، يعني في حملات متنقله بمعنى اصح. بالظبط. ما هو بقول لحضرتك هو بياخد الدكتور الشهر او الشهرين، هو اللي مش بيبقى في الوحده بتاعته، لا هو بينتقل بيبقى معاه خط سير ماشي بيه. النهارده انا في قريه كذا هشتغل، وكمان بيبقى في حاجه ثانيه برضو كويسه ان هو بيبقى في عنده يعني لجنه ثابته ولجنه متحركه. هو قاعد مدي خبر انا موجود في المكان ده، وحاجه ثانيه لا في لجنه ثانيه بتلف على المنازل او اللي هو الحظاير اللي موجود في الحيوانات يعني، او يكونوا في مكان تجمع قريب يعني. بالظبط. لا وفي ناس يعني بتستطع مثلا عجول التسليم بتبقى صعب انه يطلعوا الكلام ده، برضه بنيسر عليه بنروح للمكان بتاعه، بنروح للمكان ان احنا بس هو يعني يبقى عنده ثقافه التحصين ان هو انا بحصن عشان احمي الحيوان بتاعي. وطبعا ده بقول لحضرتك بيبقى الدور كبير على موضوع إدارة الإرشاد عندنا في مديرية الطب البيطري. طيب نواصل معكم أعزائي المشاهدين حول جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية بعد هذا الفاصل.